السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج موزيل، لأن يعني حجمه صغير جدا مقارنة بالبرامج المشابهة. احنا لو عايزين نقارنه نقدر نقارنه ب3 دي ماكس، نقدر نقارنه بالمايا، نقدر نقارنه بسينما 4D. هو حجمه أصغر منهم بكتير، ومع ذلك بيعمل نفس اللي هما بيعملوه وأكتر. تقدر تعمل بيه موديل 3D، تقدر تعمل بيه رندر، تقدر تعمل بيه محرك ألعاب. وزي ما انت شايف الواجهة بتاعته سهلة مفيهاش مشاكل، هنبتدي نتعرف عليها دلوقتي، والدروس اللي جايه ان شاء الله هنمسك جزء جزء نتكلم فيه. والميزه في البرنامج ده ان هو مجاني واوبن سورس، ومش محتاج لا كراك ولا باسورد، فمحدش يقول لي عايز كراك ولا باسورد لان هو مجاني. طيب لو انت عايز تعمل سيلكت على حاجه تدوس عليها شمال، وممكن تغير الاعدادات من ايديت بريفرنس. تقدر تقول له انا عايز اعكس الموضوع السيلكت دوت. هنا هتلاقي الحاجات الخاصه بالانترفيس، الدي ام سي تقدر تغير اللون بتاعه، مثلا حاجة فاتحة دارك زي ما انت عايز، الفيو بورت، السايز بتاع الجزمه هتخليه قد ايه، اللايت تقدر تعمل لها انستول المكتبة بتاعت اللايت، الايديت، الانيميشن، الادنس، الانبوت، النافيجيشن تقدر تعدل الاعداد بتاعتها. هنا مثلا الزوم ميثود تبقى يعني واحدة فيهم، الزوم اكسس هتشتغل بنظام الووك ولا نظام الفلاي، وهكذا. دي حاجات بتسهل عليك الشغل بحيث تختار الحاجات الانسب ليك. طب السيلكت بالليفت ولا بالرايت؟ طب الاكتف جزمه، طب الاكشن، انت بتبدا تشوف الزراير اللي انت عايز تشتغل بيها حسب ما انت متعود. هنا هتلاقي ان انت تتحول من البرسبكتيف للارثوجرافيك. دي بتفرق في ايه؟ هل انت عايز تشوف الحاجات مثلا الحاجه القريبه نفس المقاس بتاع الحاجه البعيده، ولا لا المفروض ان الحاجه القريبه منك تبقى اكبر من الحاجه البعيده. يعني لو في اتوبيس بيبقى الجزء اللي هو قريب منك جاي ناحيتك كبير، والجزء اللي هناك اصغر، وهكذا. فبص بالشكل دوت. طيب بعد كده الكاميرا، دي هي الكاميرا اهيت بس كده، فانت هتشوف اللي الكاميرا هتشوفه بالشكل دوت. تقدر تلغي وتشغل، وتقدر تختار ان انت تعمل زي ايد كده وتتحرك في الشكل بتاعك. هنا هتلاقي الاكس والواي والزد معمول بشكل حلو كده. انا ببص من ناحيه الاكس كده، انا ببص عمودي من ناحيه الواي كده، انا ببص عمودي من ناحيه الزد. لو انا دوست البكره في النص وبدات تتحرك، شكلي بيتحرك معايا بالشكل دوت. طيب لو انا عايز بقى اغير الاختيارات اللي عندي، هتلاقي هنا الفيو، هتدخل من فيو هتقول له انا عايز مثلا ابص من التوب، انا ممكن اخش ابص من البوتوم او من الفرونت. تمام، لو قلت له مثلا من الفرونت هيجيبها لك بالشكل دوت. طيب هقول له انا عايز اشوف النافيجيشن، ارسو من ناحيه الليفت، ارسو من ناحيه الرايت بالشكل دوت اهوت. فهو مديك اختيارات تقدر تتحكم فيها تسهل عليك الشغل. هنا ايه هتبدا ترسم اي حاجه، يعني تقول له مثلا عايز ارسم بلان، عايز ارسم سيركل، عايز ارسم سيرفيس. تبدا تشوف الاختيارات اللي عندك، وسهل جدا ان انت تختار وترسم منها بدون مشاكل. طيب ممكن تيجي تقول له انا عايز هنا الاوبجكت مود او اديت مود، ايه الفرق بينهم؟ اديت مود هتدخل انت كده تعدل. كل دول حاجات بتسهل عليك الشغل. يعني مثلا اديت مود هيبدا يديني ان انا اعمل سيلكت على النقط واعمل موف مثلا للنقط ديت. لو انا على النظام اللي هو الاوبجكت مود انا هحرك الشكل كله، انا بتعامل مع الشكل ككتله واحده. انما لما بقول له انا عايز الايديت مود كده، انت تدخل جوه الشكل وتبدا تغير فيه. هنا بقى بتلاقي العناصر بتاعتك، تقدر تعمل سيلكت على اللايت، على الكاميرا، زي ما انت عايز، على الحاجه اللي انت عايزها. تقدر تدوس هنا وتقول له اريا، وتقول له مثلا عايز اقسم الشكل ده مثلا جزئين، وكل واحد فيهم تبقى شايف مثلا ده هنا التوب، هنا شايف الفرونت، وهكذا. وهنا بتبدا الاعدادات بتاعت الكاميرا، كل الاعدادات اللي انت عايزها هتلاقيها هنا. هنبدا نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في الدروس اللي جايه باذن الله. البرنامج سهل ولذيذ، ومسه ان هو تقدر تطبقه بدون ما تدخل في كراك وباسورد ونسخه اصليه ومش نسخه اصليه. يا ريت نلاقي الحاجات دي برضه في البيت، بنلاقي مثلا برنامج ريفت مجاني بنفس القوه. يعني بلندر رغم ان هو مجاني، بس في ناس بتعمل بيه افلام قوي جدا، ناس بتشتغل عليه على مستوى عالي جدا، ناس شايفه ان هو اقوى من 3 دي ماكس واقوى من المايا.
وفي امكانيات حلوه جدا هتشتغل فيها مع البيم. يعني هنقدر ناخد شغل البيم مثلا، نعمل رندر هنا او تبدا ترسم بعض العناصر. هو ما يعتبرش برنامج البيم بس بيخدم ويتكامل مع